السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير. بما ان رمضان تقرب غادي نديرو السمن. انتم كيما كتشوفوا معايا هنايا عندي كيلو وربع ديال السمن، عندي ديال الزبده البلديه. انتم غتشوفوا معايا عندي هنايا الملح، عندي هنايا هاد كيما كنقول ليها القله قلوشه، كل واحد كتيقول ليها. هو عندي البنات انا استعملته العام اللي فات بنفس الطريقه، نتوما كيما كتشوفوا، نتوما كيما كتشوفوا هذا البنات غير الزعتر. نتوما كتشوفوا معايا عندي هذه مده سنه ما طوق، ما درت شي حاجه. ما نقولش لكم البنات الريحه ديالو زوينه. نتوما كتشوفوا معايا انا قربت لكم هذاك غير الزعتر، طريقه ديال الوالده ديالي وراتها ليا، زعما طريقه زوينه. انا كنت مغطيه، دابا ملي جبدته حطيته وليت دايره لي غير هاد البلاستيكه وكنغطيه بهاد سميتها كنلوي عليه هاد لاستيك. صافي قلت لكم مده سنه هذا عندي، هانتوما غتشوفوا غندير معكم نفس الطريقه. هذا البنات الزعتر غادي نحطه فوق النار يغلي، غتشوفوا معايا عندي هنايا الزبده البلديه غادي نغسلوها مزيان. البنات خصها مزيان الماء، نغسلوها مزيان حتى ما تبقاش فيها هذيك، ما يبقاش فيها داك الحليب، حيت هذاك الحليب هو اللي كيفسدها. نتوما كتشوفوا نغسلوها شي ثلاثه المرات، غتشوفوا معايا غادي نغسلها ثلاثه المرات، خصها الغسيل مزيان باش ما تبقاش فيها هذيك الزبده هذيك الحليب، حيت البنات هذاك الحليب هو اللي كيخسرها. عرفتي البنات كما كتعرفوا دابا جاي سيدنا رمضان، كنحتاجوا هاد السمن في الحريره في الكسكسو. المهم انا كيبقى عندي ديما كيدور عندي السمن ما كيتقطعش، هي هاد القله الصغيره انا خدامه بها. ودابا غادي نستعملوا هذا على ما ما غاديش يوجد ليا من هنا رمضان، ولا بحال بقات لينا لا يوجد ان شاء الله يوجد. كاع الا ما وجدش غنستعمل من هذا على ما يدير هذا على خاطر. نتوما كما كتشوفوا كنصفي هنايا، هذه هي الغسله الثانيه، ونعطيه الدعيك والغسيل كما قلت لكم البنات باش ما تبقاش فيه الحليب، داك الحليب هو اللي كيفسدو. نتوما كتشوفوا نغسلوه مزيان، درك راه مع الحال بارد الزبده دايره ماشي بحال كما تيكون الحال سخون، دابا الزبده شويه جامده. غير نعطيه الخاطر، غادي نغسلو مزيان حتى يولي الماء ديالو بيض. انا من بعد هادي ثالث مره دابا غادي نغسلو، ثالث مره غير الماء عادي، ما عادي هادي ثالث مره نعطيوه الماء مزيان. نتوما كما كتشوفوا شفتوا شحال حيدنا ديال الحليب، نتوما كتشوفوا مبقاش ليا ولا الماء ديالو صافي. درك غير حيت الحال بارد مسكينه الزبده كتجمد. صافي نعطيوه هكا كنغسلوه مزيان. هاد البنات هادي طريقه معتمده عندي، هي الطريقه اللي كندير، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هانتوما كتشوفوا صافي راه الماء ديالو ما بقاش، شفتوا الماء ديالو ولا صافي، ما بقاتش فيه سميتو، ما بقاش فيه الحليب. هانتوما نوريكم رانا درت الصفايه باش ملي كيشي هذوك. شوفوا انا كنحط صفايه صغيره، شوفوا شحال تاع الحليب، شفتوا كندير بحال هكا باش هذوك سميتو دوك الحبيبات تاع الزبده غادي نرجعهم ما يضيعوش ليا. شفتوا هانتوما شفتوا درنا ليه ثلاثه الغسلات صافي، وغادي نرجعو دوك حتى مشات ليا ديك الزبده. دابا البنات غادي ندعكو مزيان بالملحه، دابا الملحه انا درت هنا ثلاثه العواشق كبار ديال الملحه، الملحه الحيه ماشي ديك اللي كنشريو دي ديال العبار. هانتوما كتشوفوا هي من بعد ما تنقات ما بقاش فيها الحليب. هانتوما كتشوفوا غادي نستعمل الملحه وغادي ندعكها مزيان بالملحه مزيان. كما كتعرفوا البنات الملحه راه بحال المعقم، بحال راه هي اللي ما كتخليش
يدير دوك الفطريات ويدير صافي. غادي هذيك الملحه خاصها تذوب ليا تذوب، نتوما كتشوفوا دابا شتو، خاصني ندعكها مزيان باش هذيك الملحه تذوب وكاع هذيك الزبده تشرب هذيك الملحه. وطبعا راه الزعتر من بعد ما غلى غادي نطفي عليه باش يبرد، حيت انا بغيت الماء ديالو. نتوما كتشوفوا راه داك ما درت لا ما لا والو، غير هذيك الملحه وانا كنحك طلقات الماء. هانتوما كتشوفوا راه باقا كنحس بيها في ايديا، باقا حبيبات، باقا ما دابتش. صافي غادي نبقى مزيان بحال هكا حتى تذوب ليا الملحه مزيان صافي. وغادي نخوي الزعتر، غادي نصفيه، غادي نخوي غير الماء ديالو، وغادي نخليها البنات يبات ليله كامله في الزعتر. كما كتعرفوا الزعتر حتى هو راه معقم ومطهر. المهم هانتوما كتشوفوا خاص ديك الملحه خاصها تذوب. المهم هذه هي الطريقه ديالي، الملحه خاصها تذوب. انا كنعطيه المعيك، نتوما كما كتشوفوا كنعطيه عطيه الكف. صافي البنات، من بعد ما دابت لي الشوره حتى مع المعيك وداكشي راه ولات على شكل بيغي. ها نتوما كتشوفوا دابا الزعتر ديالي غنصفيه وغادي نخليه بحال هكا تشربوا الزبده ديالي ليله كامله. نتوما كما كتشوفوا ليله كامله غادي نخليه في هذا الزعتر. ومن الافضل قد ما بات في الزعتر قد ما مزيان الزعتر. البنات راه ديروا ليه الطريقه هذه راه كيصدق معكم السمن من اول مره كيصدق. صافي غادي نخليه دابا يبات، انا غير كنحاول ندخل الزعتر مزيان بحال هكا. هي راه ليله كامله راه كافيه غادي يشرب مزيان هذاك الزعتر. هانتوما كتشوفوا صافي. وغادي نغطيه، صافي غادي نغطيه وغادي نخليها البنات ليله كامله صافي حتى الغد ليه. وعاده غادي نبداو نهزو نعصرو. انا كنحاول ندخل الزعتر، وما كيما قلت لكم البنات الملحه راه دابت، نتوما كتشوفوا حتى الزبده كي ولات. نتوما البنات انا غطيته ليله كامله من بعد 24 ساعه. نتوما كتشوفوا غادي نهز داك الماء ديال الزعتر، غادي نشلل به القله ديالنا ولا القلوشه ولا كل واحد كيتسميها، غادي نشللها صافي. وغادي نبدا نهز نعصر ونخشي ونضغط مزيان باش ما يبقاش ليا الفراغ. البنات خصك تضغطي وتصفي الماء، تضغطي وتصفي الماء. هانتوما كتشوفوا غادي نشللها به، نشللها بداك الماء ديال الزعتر صافي. وغادي نخويه، صافي غادي نخويه وغادي نبدا نعصر الزبده ديالي ونحط ونضغط. البنات خاصني نضغط باش ما يبقاش الهواء ما بين الزبده والزبده. خاص هانتوما كتشوفوا كنصفيها، كنصفي وغادي نحط في القله ديالي وغنبقى نضغط نضغط باش ما يبقاش ليا كما قلت لكم الهواء والفراغ. نتوما كما كتشوفوا انا غادي نحط ونضغط، خاص نضغط مزيان. هانتوما غادي نبدا نضغط باش ما يبقاش ليا باش ما يبقاش الهواء. هانتوما ضغطوا مزيان وصفيو حيت هذاك الماء كيطلع صافي. غير ضغط مزيان باش ما يبقاش صافي، نصفيو داك الماء ونعاود ثاني ندير ونضغط صافي. وانا كما قلت لكم البنات كندير هذيك الطريقه اللي وراتني الام ديالي، كنشد طريفات ثاني ديال الزعتر وريقات ديال الزعتر كنحطهم من الفوق وكنغطي. انا البنات كنستعمل غير بلاستيك، كنستعمل غير بلاستيك وتنديرها في مكان مظلم، تنبقى مره مره نطلع عليه. وكما شفتوا القله الصغيره راه خير مثال، راه ما كيدير ليا لا صوفا، ما كيطوق، ما كيدير حتى شي حاجه. هانتوما كنضغط، هانتوما كتشوفوا كنضغط وكنصفي داك الماء. كما قلت لكم راه حيت الجو دابا بارد الزبده ديالنا هانتوما شوفوا ضغطوا مزيان، نضغط ونصفي داك الماء صافي حتى نكملوا الكميه
كنضغط ها نتوما كتشوفوا صافي، وكنضغط مزيان. راه خاص البنات الضغط الضغط باش ما يبقاش لينا الهواء بين بيبقاش لنا داك الهواء بين الزبده والزبده. صافي غادي نبدا نضغط ثاني. صافي كما قلت لكم، وغادي ندير الزعتر كنحطو من الفوق. البنات راه ملي كتهزو ديرو في كسكسو ولا شي حاجه راه كنحيد داك الطريفات، حيت ماشي مكيبقاوش لاصقين ولا غير هما داك الطريفات تاع الزعتر كيخليوه بحال كيعقموه، ما كيخليوش داك البكتيريا وداك الشيء ما كيخليوهاش تكون في ديك القله. بما انا وريتكم القلوشه الصغيره عندي، قلت لكم راه مده سنه درتها العام اللي فات. هانتوما كنضغط مزيان باش ما يبقاوش ليا الفراغات، هاك ضغط مزيان باش ما يبقاش الهواء. صافي غادي ندير كما قلت لكم الزعتر. صافي وغادي نسد عليها، كنحيد داك الماء طبعا اللي كي صافي، وكن كنغطيه وكنخليه في مكان مظلم حتى عرفتي دابا هي اللون ديالها راه ابيض، وسبحان الله كيبدا اللون ديالها يتغير كيولي غادي للصفر. صافي ملي كنلقاه غادي للصفر كنشم الريحه ديالو كنعرفو بلي راه وجد. انتوما كتشوفوا كنحيد داك الماء. صافي كندير الزعتر من الفوق بحال هكا. انتوما شفتوا بحال هادي، هذا شوفوا البنات راه ولا صفر، شتو الريحه ديالو البنات راه ما نقولش لكم الريحه ديالو ملي كنديرو في كسكسو ولا حريره، الريحه ديالو رائعه. انتوما شفتوا شي ما نقولش لكم اللون ديالو البنات كي تيتغير، راه كان حتى هو ابيض بحال هكا، ولكن ملي كيبدا يحرار وكيبدا يولي سمن كيولي صفر. هذا دابا راه كنستعمل منه، وهذا دابا ان شاء الله نخليوه رمضان الا بقينا حيين. انتما كتشوفوا انا غندير ليهم داك السلوفان وغادي نلويه مزيان مزيان، وغندير ليه ميكا وندير ليه لاسيك ولا اي حاجه نحزمو بها مزيان، غير الهواء ما خصوش يدخل ليه. صافي وغادي نخزنوه حتى يوجد لينا ان شاء الله الرحمن الرحيم. انتما كتشوفوا كندير ليه، هذه هي الطريقه ديالي انا، كندير العجينه لا دقيق لا سميتو لا قفال لا والو، كنسدو بحال هكا مزيان. صافي وكندير لي بلاستيكه ثاني من الفوق كنسد عليها مزيان. صافي بدون تعقيدات، داكشي زعما ساهل مال. كنتمنىكم تجربوه وما تندموش، والله ما تندموا ملي تجربوا هذه الوصفه. انتما صافي غنعاود جوج مرات صافي ونستعمل بلاستيك. صافي كما قلت لكم ونخزنوه في مكان مظلم. انتما كتشوفوا غير كن باش ما يدخلش لي الهواء. صافي وغادي نعاود لي بلاستيك من الفوق. صافي ونخزنوه. كنحاول نعقدها باش انتما بحال هكا ما يدخل ليها لا، شفتوا. وكنبقى حتى هاد سميتو حتى هاد السلوفان كنبقى بحال كنحيد غير البلاستيكه الفوقانيه وكنبقى نراقبو غير من الفوق بحال كتشوفي من الجاج، شفتوا، بلا ما نبقى نحلو ندير. صافي دابا غندير لي بلاستيك اخرى ونحزم عليه ونخزنه.